هذا فريد حامل فيروس كورونا المستجد، عطس في يديه وسلم على صحابه، وحيت شحال هادي ما شاف حسن عنقو باسو. ملي وصل فريد للخدمة طلع في المصعد وضغط على زر الصعود والإغلاق، وحتى سعيد ضغط على زر الإغلاق. ملي سال فريد الخدمة طلع للحافلة، خلص السائق، وملي طلع وهو كيسعل وكيعطس على اليمين وعلى اليسار، والحافلة عامرة. فريد داير مع كريم باش يتلاقاو في القهوة. ملي جلسوا فريد كيوري لكريم صور ديال السفر ديالو كاملين. ملي سال فريد قبل ما يدخل الدار داز للسوق وشرى اللي خاصو، خدا الخضرة والدجاج، وفي الاخر ديال النهار فريد نشر الفيروس في المحيط ديالو كامل. كون راه هو والاخرين صوبوا الوقاية ما كانش غادي يوصل لكاع هادشي. باش نحميو نفوسنا والناس القراب منا نغسلو يدينا مزيان بالماء والصابون، وإلا كنا في شي بلاصة ما متوفرش فيها الماء والصابون نستعملوا المحلول الكحولي. نحرصوا أننا ما نقيسوش وجهنا حتى نغسلوا يدينا مزيان بالماء والصابون. نتجنبوا الأماكن المزدحمة ونتفادوا الاحتكاك مع الأشخاص اللي كتظهر عليهم أعراض تنفسية. وملي نبغيو نعطسوا أو نسعلوا نستعملوا منديل ورقي، وإلا تعذر علينا الأمر نعطسوا أو نسعلوا في المرفق ديالنا وننظفوا يدينا بالماء والصابون مباشرة من بعد.